أنا مش عم بطلب منك، أنا عم بأمرك. وإذا أنت مش خيفان على روحك، أنا خيفان عليك. روح شو يا أبو سلمى؟ جبل دعسلي على طرف وأنا بدي أطلع بروح. لك همنا واحد، اتركني أتصرف. هودي رجالي اللي انقتلوا، وشاهين اتاخذ من مستودعي أنا. اتاخذ من مستودعك؟ ليش مش أنت اللي خاطفه؟ بس أنت بتعرف وبموافقتك. يا أخي كل ساعة وإلها ملايكتها. أنا اليوم وضعي عم يتغير يعني، وكل حركة محسوبة علي. إنه كيف بتلاقيها يعني؟ إنه أنا ماشي بحملة الانتخابية ونازل خطابات هون وهون وعم بوعد هالناس بالمشاريع، وأنت عامل لي مجزرة. أنت فكر بمصلحتك وتركني فكر بمصلحتي. ما أنت لو بتشغل مخك صح كنت اكتشفت إنه مصلحتنا واحدة. لك أنا بهالكم واحد اللي بعرفهم فوق طلعتك من الحبس. ولك تخيل معارفي لوين بدها توصل، وحصانتي بشو بدها تسمح لي لما صير بالمجلس. لخليني انجح بالاول انا، لا تصير الهيبه والسهل كلها مثل الخاتم باصبعي. مش بس جابيل، رقاب الناس كلها رح تصير بهيبة. انا كل هالحديث ما بيهمني. هولو الا بهاي ابو سلمى، بدي افتح عزبي كل عائله شيخ الجبل. وانا رح امنعك ورح اوقف بوجهك، وانت بتعرف ناظم منيح. ليك خلينا اصحابه على نفس الموجه. انا معلق املي كله على هالكرسي، وبدي الانتخابات تصير من دون اي شوشه. طيب بسيطه، هاي وحده كرمالك. بس شوف يا ابو سلمى، بعد ما تخلص الانتخابات اذا خسرت او ربحت قاتلوا لجبل شيخ الجبل.